الحمد لله على هذا الانتصار هذا، وخدنا 3 بوان وان شاء الله نمشيو للكوت ديفوار ان شاء الله وناخذوا معاهم التعادل ونوصل ان شاء الله راه غادي نمشيو لها مقابله جيده للمغرب. المنبر هذا تنوجهوا الرساله لجميع الجماهير المغربيه اللي حجات من جميع الحمد لله البقاع جاو، تنوجهوا التحيه للجمهور البيضاوي جمهور كازاوي اللي صراحه كان بزاف. انا فرحان بهذا الماتش اللي تربح بين المغرب والكابون، كنتمنى ان شاء الله يدوزوا في الفينال ومشوا الروسي ان شاء الله. وديما شباب وديما شباب نشكرهم وديما مغرب. ديما مغرب روسيا ان شاء الله.